حاجة ممكن اللي قرا خويا مني بدا هذا المشروع وحنايا في المشاكل، مني بدا هذا المشروع وحنا في المشاكل وحنا في الخلعة عايشين فوق أعصاب ديالنا، كنفرحوا حتى كيمشيو هما كيسالوا الخدمه ديالهم وكيمشيو لديورهم، علاش كنقولوا اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، وملي كنباتوا كنصبحوا كنقولوا الحمد لله حنا صبحنا اليوم على خير وبخير، حيت اخويا حياتنا خطر في الدار. ملي كتمشي تهضر معاهم ما كيعطوكش راس الخيط، ما كيعطوكش راس الخيط، وكيقول لك ودي ها المسؤوليه تهضري معاه ولا هادي تهضري معاه ولا هذا الشيء كاين اللي كتقول لنا حنا خدامه، كما قالوا قال لك ودي حنا خدامه، ولكن راك ماشي خدام، لا راك مسؤول علينا حنا. راك خدام ولكن هضر جاوب علينا، حتى حنا كنا مد هاد الناس راه كيجيو دابا كتخدم دار كتحضر، هذا هو المشكل اللي كاين. وهو فاش بدا هاد السيد هاد هذا واحد في الخدامه ولا هو ما عرفتش شاف ولا شنو، كنقول ليه شوف راه خويا شي دار عندنا حنا راه عندنا فيها مشكله كلها مشقاره كل هذا، اش كيقول لي؟ تيقول لي حنا غنديروا لكم داك الحيط غادي يحمي لكم يحميكم نتوماية، ولكن راه ما حماناش، راه الجهد اللي كديروا نتوما راه كيتشقق لينا حنايا. بحال دابا حنا صحه السلام حنا جالسين صافي كلا مالها تسمعنا الدار مشات وجات، انا سحب لي زنزان هربت للزنقه انا وولاد انا وولدي، متى بنتي راه ما كايناش كتحفظ هربت للزنقه، اشنو كاين مشيت دغيا كنهر عليهم هما تنقول لهم نشوف شوف، انا بقيت سحب لي الجاري طاح لي الحيط، هربت نقول لهم راه هادشي الزعزيع حتى ما عرفتش انا فين، عاش مني جيت غادي نرجع وانا نلقى الغبابر في الدروج، ولقيت جاري مسكين تيغوت ومرتو حامله واحده في روحها تيغوت وبغاو يخرجوا ما لقاوش منين يخرجوا، لان الحيط كله هذا كله مثلا طاح عليهم، ما كاينش الاصابات ولكن المراه مسكينه الخلعه وعندها وليداتها صغار، وحنا حنا تحس منا حتى حنايا لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي اللي غنقول ها الناس السيناريو كنعيشوا، اللي كنقولوا اليوم كنقولوا غدا كنقولوا بعدو، وكنقولوا الاولى والثانيه الله يدير لنا ودي الخير والعين بصيره واليد قصيره، هادشي اللي غنقولوا. لو كان عندنا الجهد ما غنبركوش اخويا، انا بعدا شدوا لي الشرشم شدوا لي عليه، وانا ولدي اصماتيك وبنتي اصماتيك، وما عنديش خلا مولاي حتى كل عندي فين نخرج غادي نخرج، ما غنبركش ما غنبركش، كل غير تحرم راسها من الشمس، انا بغيت حتى الشمس بغيت انا وليدي خلا ماني ندخلو وحلو حلو شراجم ونشوف الشمس، انا ما كنشوفش الشمس، انا وليت كنشعل الضو بالنهار، وليت كنخرج ترزق الله، وليت كنجي تنقول واش نلقى ولادي ولا ما نلقاهمش بهادشي اللي كاين، وملي كتهضر معاهم تيقول لك مشروع ملكي، وهي راه مشروع ملكي، ولكن حاشوة سيدنا غادي يبغي لنا هكا، راه حاشوة سيدنا غادي يبغي لنا، بالعكس سيدنا كيفرحنا، سيدنا كيفرح الكبير والصغير، ماشي سيدنا غادي يقهرنا بحالكم ونتقهروا بحال هكا، وما كيرحموكش، ملي كتمشي تشكي عليهم هذا ما كيهضروش معاك، كيزيدوا مازال كيبقاو يخبطوا، كنطالب اللي دار مخزن لبسه، أنا كنطالب حتى أنا نعيش باغي نعيش مع وليداتي، تنكبر وليداتي هادشي اللي كنطالب، يديروا لنا حل، باش ما كان يديروا لنا الحل، هادشي اللي كنطالب. إذا راه حنا نموتوا، هما حافرين هنا حافرين ليه؟ احنا ميتين، راه حنا نموتوا بالخلعة. واه هيا المرأة ما عرفنا كاع اش وقع لها، ها هي هيا كاع الناس مخلوعين، دابا درك انا غادي في الطريق وطيح عليا الحيط كي نكون ما نعيش على راسي.